استغفر الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، تحية لكل من يتابع هذا المقطع. السلام عليكم. مرحبا بكم، تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام، مبارك عواشركم، رمضان مبارك كريم. هذا المقطع ربما شفت العنوان اللي هو حديث عن مسلسل فتح الأندلس، مسلسل فتح الأندلس. كما لا يخفى عليكم، رمضان هي فرصة لكثير من القنوات وشركات الإنتاج باش أنهم يديروا أعمال اللي هي موجهة للمشاهد، والغرض منها بطبيعة الحال كسب أرباح، وأيضا الغرض منها تمرير مجموعة من الرسائل وتمرير مجموعة من الأفكار. أنا كنت متوقع أن المسلسل ديال فتح الأندلس أنه لن يكون كما كنا نرجو ونأمل ونترقب، لسبب واحد. هذا السبب هو أنه المرحوم المخرج حاتم علي السوري رحمه الله، بالإضافة إلى صديقه ورفيق عمله الدكتور وليد سيف، أفسدوا علينا الذائقة. تعرفون الإنسان لما تكون معتاد على واحد مستوى معين، ماشي فقط في الدراما التاريخية ولما يتعلق بالأعمال الفنية، كنتكلم على الكتابة مثلا. إذا أنت مولف مثلا كتقرأ الكتاب اللي هما قويين ولغتهم قوية ولغتهم جميلة وأساليبهم قوية وتأثيرهم وأثرهم على النفس يكون قوي، فاش كتقرأ المحدثين والمبتدئين كتلقى الفرق. فبالتالي تولي الاختيارات صعب جدا. كذلك الأمر المتعلق بالدراما التاريخية، الإنسان اللي تعود على أن يسمع لغة جميلة، سيناريو نظيف، ومادة اللي هي رغم أنها مادة تاريخية إلا أنه استطاع صاحبها أي الكاتب أن يجعلها في متناول المشاهد، بحيث يستطيع أن يستمتع بتلك المادة في شكل درامي. ذكرت لكم حاتم علي رحمه الله والدكتور وليد سيف الفلسطيني المعاصر، العمل ديالهم بزوج خرج لنا أروع ما أنتجته التلفزة أو التلفزيون فيما يتعلق بالدراما التاريخية. وكنتكلم بالضبط على التغريبة الفلسطينية، كنتكلم على الثلاثية الأندلسية، صقر قريش، ربيع قرطبة، ملوك الطوائف، كنتكلم على صلاح الدين الأيوبي، كنتكلم على مسلسل عمر بن الخطاب. هذه الأعمال اللي اجتمعوا فيها ثلاثة الحوايج: أولا قوة السيناريو، ثم الخبرة والتجربة ديال حاتم علي، ثم الشخصيات اللي مثلوها قيدومي التلفزيون السوري، ومنهم المغاربة ومنهم بعض المصريين وبعض الخليجيين. كنتكلموا على خالد التاجة، كنتكلموا على غسان مسعود، كنتكلموا على ميسا كاف، كنتكلموا على جمال سليمان، كنتكلموا على نصران طافش، كنتكلموا على محمد المفتاح، كنتكلموا على غسان مسعود، كنتكلموا على سامر المصري وغيرهم من نتكلموا على سلافة وخرجي، سوزان نجم الدين. هؤلاء هاد الممثلين ما يمكنش يبدعوا لنا الا ما كانش المخرج هو حاتم علي وكان الكاتب ديال السيناريو هو وليد سيف، بدليل ان حاتم علي لما دار الزير سالم، الا تفرجتوا فيه، الزير سالم كان رائع في الحقيقة، لكن كان رائع في الوقت ديالو
فهو سبق الأعمال يعني اللي كانت قبل منه تجاوزها. كنا ديك الساعة كنشوفوا الفانتازيا السورية بجوارح الكواسل البواسل، المسلسل ديال نجل إسماعيل نزور اللي عقلته على غضب الصحراء الأزرق في أواخر الثمانينات وبداية التسعينات. فبالتالي كنتكلموا على دراما تاريخية للزير سالم. المخرج هو حاتم علي، كان سلوم حداد الرائع، كانت بداية تيم حسن، كان خالد تاجة في دور سميت هذاك أبو جبير، إيش اسمه، ابن عباد، الحارث ابن عباد. فبالتالي كان التمثيل رائع جدا، وكان إخراج من أروع ما يكون، كانت القصة جميلة ولكن السيناريو كان هزيل. يعني الحوارات، إذا كتشوفوا الحوارات اللي كانت ما بين الزير سالم أبو ليلى مع قيس مرء القيس يعني التغليبي، كتلقى الفكرة جميلة ولكن الصياغة ما كتوصلش للمستوى نتاع الصياغة البليغة والأدبية ديال وليد سيف اللي هو كان شاعر. فالذي يكتب السيناريوهات في الثلاثية الأندلسية شاعر وكاتب وروائي، بمعنى كنت تكلم على إنسان ماشي خدمته هي كتابة السيناريو، كنت تكلم على إنسان اللي هو أصلا تخصصه تخصص أدبي ثقافي، إنسان مثقف، إنسان مثقف. وهنا نهضروا على مثلا وليد سيف لما كان في واحد الوقت عطى السيناريو ديالو لمجموعة من شركات الإنتاج الأردنية أو السورية أو الخليجية، كانت الأعمال جميلة من حيث المادة ولكن الإخراج كان ضعيف جدا، كان ضعيف جدا. مزيان. فهنا غنرجعوا نتكلموا على مسلسل فتح الأندلس. مسلسل فتح الأندلس هو واحد الفشل ذريع جدا، ركاكة من حيث التعابير والأساليب اللغوية، كذلك بحيلة جابوا لنا واحد كارتون ديال الأطفال كأننا نشاهد مسلسلا ديال الأطفال، كارتون ولا ديسان أنيمي، مي كيتعلق بفتح الأندلس وانطلاقا من تصور المخرج أو تصور المنتج. كيبغيو يعطوا واحد الصورة وردية، صورة رومانسية، صورة كما تنقولوا كيوت على ما وقع في مجيء الجيوش الأموية إلى بلاد المغرب الأوسط والأقصى، علما أنه إذا تعلق الأمر بالتاريخ ينبغي أن يكون قارئ التاريخ منصفا محايدا، وأن يكون كما تنقولوا دقيقا ومنضبطا مع الحقائق والوقائع، ولا محاباة فيما يتعلق بأحداث التاريخ، لا محاباة فيما يتعلق بأحداث التاريخ، وانتقاد المعطيات وانتقاد التفاصيل راه لا يعني الطعن في الإسلام، لأنه خصنا نفرقوا ما بين الإسلام كعقيدة نؤمن بها ودين نعتنقه وبين ما حصل من المسلمين في تطبيقهم للدين وفي فهمهم للدين وفي تفاعلهم مع الواقع الذي كانوا يعيشون فيه، مع الواقع الذي كانوا يعيشون فيه، كانوا كما تنقولوا منسجمين مع العقلية ديال ذاك الوقت، ديال إن لم تغزو تغزى وإن لم تستعمر تستعمر. واضح؟ في ذاك الوقت كان الشيء اللي هو جاري به العالم العمل التوسع، كانت دولة توسعية، كانت الإمبراطورية الأموية توسعية كغيرها من الإمبراطوريات، وهذا هو القانون الذي يجري على التاريخ، يجري على الجميع. مزيان. لكن باش نجي أنا ونزوقه ونصور بواحد الشكل ديال الأفلام الهندية وتلك الموسيقى الحزينة، وأن طارق بن زياد صوروه في هذا المسلسل كأنه شخص غريب، تخيل معايا إلى شو الحلقة الأولى نصور. بالمناسبة المشكل ديالنا هو أننا لما نقلد الغرب أو نقلد الأتراك كنقلدهم بواحد الغباء وبواحد السذاجة، كنقلدهم بواحد الغباء وبواحد السذاجة. أشنو المعنى نتاع نبين بداية المسلسل مجموعة من الحمقى كيديروا حركة تدريبية، واضح، وكيتعلموا كيفاش أننا نباغتو وكيفاش أننا نهجموا على فلان في الظلام، وداك الضباب داك الشيء راه غار في الأفلام الهندية، ماشي داك الشيء لا علاقة له بالتاريخ ولا علاقة له بما وقع، وفي الحقيقة داك الشيء أمر مضحك جدا. فمصورين لنا طارق بن زياد كواحد الإنسان اللي هو بعيد عن المنطقة، لأن أي واحد غيشوف المسلسل وما قاريش شنو وقع في التاريخ سيتخيل أن طارق بن زياد أموي، قائد أموي
جاء إلى أناس يخافون منه ويتوجسون منه، واضح؟ وتيقول له ما تقلقوا شيء، نحن دعاة أمن وأمان وسلم وسلام ورحمة وكذا، ونحن كذا، والآخرين كينظروا أنتم كغيركم من الغزاة وأنتم كغيركم من المحتلين. أطرق بن زيد نفزي من قبيلة نفزة، وهي من القبائل الأمازيغية البربرية على كما في كتب التاريخ، فهو ابنهم ومن منطقتهم. بل موسى بن نصير لما عين طارق بن زياد على طنجة عينه لأنه أمازيغي مثلهم، واضح؟ أمازيغي مثلهم، يتكلم لغتهم ويتحدث لهجتهم، بل قيل أنه لم يكن يتحدث العربية. وهنا نرد على واحد الدعوة، واحد قصة مشهورة ديرت أنه أحرق السفن وقال يا قوم البحر من ورائكم والعدو، هذه كلها من الخيالات والخزعبلات التي انتشرت ويعني اشتهرت، ولكنها لا تصح. الرجل كان نفزويا بربريا أمازيغيا، واضح؟ هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، قبل ما نوصل لطريق بن نزيل سنتحدث على الأخطاء التي وقعت من الفاتحين. السؤال الذي يطرح نفسه، أنا أتكلم كمسلم معتز بتاريخه، معتز بتراثه، ولست من دعاة التزوير، لا أقول التنوير، الذين ينظرون للتاريخ بنظرة التوجس. أنا أنظر إلى التاريخ بنظرة عقلانية، نظرة منطقية، أتفهم، كاين فرق بين أن تتفهم وأبرر، واضح؟ أتفهم الأحداث التاريخية لأنها لم تكن خارجة عن سياقاتها، ولم تكن أمورا غريبة عن فكر وعقلية الإنسان آنذاك. التوسع كان أمر مقبول، كان أمر ماذا؟ كان أمر جاري به العمل كما أسلفت، لكن كانوا بعض الأخطاء إلى غنناقشوها انطلاقا من نصوص الدين. عقبة بن نافع اللي هو الفاتح كما يسمى رحمة الله عليه، ترحم عليه ما ترحمش عليه، هو ليس صحابي، هو تابعي بالمناسبة، لأن كاين فرق بين منزلة الصحابة كما هو معتقد بين قوسين أهل السنة والجماعة، كلهم عدول، كلهم عدول، فالطعن فيهم طعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على ذلك ولو تخللت ردة على أصح، هذا صحابي مزيان، لهم من المحبة والاحترام والتقدير، هؤلاء الصحابة. من جاء بعدهم التابعون، هؤلاء لا يجري عليهم ما يجري على الصحابة، فبالتالي ينتقدوا ويناقشون بالاحترام بالعدل بالإنصاف، فيقال أخطأوا في كذا وأصابوا في كذا. أين العيب أن تنتقد مثلا عقبة بن نافع حينما أهان أحد ملوك البربر أو الأمازيغ، وهو أكسيل أو كسيلة. كسيلة الذي كان ملكا من ملوك البربر، كان قد يعني كان في علاقة جيدة مع الذي كان قبل عقبة اللي هو أبو المهاجر دينار. أبو المهاجر دينار كان من أوائل من أدخل الإسلام لبلاد المغرب الأوسط والأقصى، وأسلم على يده الكثير، ودخل في حلفه وعهده الكثير. فبعد وفاة معاوية ومجيء يزيد، ويزيد لم يكن على علاقة جيدة مع أبي المهاجر دينار، فماذا فعل؟ عزله وعين مكانه عقبة. عقبة كانت عنده علاقة مع يزيد بن معاوية، فماذا فعل عقبة؟ أول ما قام به سجن واعتقل أبا المهاجر دينار، لكن عنده سياسة حكيمة في تعامله مع الأمازيغ. فعقبة بن نافع كان عنده عقلية توسعية، عقلية نقوله يعني صدامية، فأول ما قام به أهان كسيلة، وقد ذكر ذلك ابن خلدون وذكر ذلك غيره من المؤرخين، حتى أنه أمره بأن يسلخ الأكباش والخراف وهو ملك في قومه. تأملوا هذا التصرف وتصرف النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما فتح مكة، فقال من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. أبو سفيان كان كيحارب النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد وفي الأحزاب وفي غير من المعارك. أبو سفيان نفسه حينما جاء يعني مستأمنا أو مستأمنا، الرسول صلى الله عليه وسلم جعل له شيئا من الفخر، قال له العباس اجعل له شيئا من الفخر، فقال من دخل داره فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. يرحم عزيز القوم ذل أنزل الناس منازلهم. فهذا ملك وراءه الألوف والآلاف من القبائل، ثم تهينه، ما هي نتيجة الاحتمالية القطعية؟ الانقلاب. فقام كسيلة كأي إنسان يعني له عزة وكرامة وحمية، يعني قتل عقبة بن نافع في معركة تهودة كما تعلمون، في معركة تهودة كما تعلمون.
فبالتالي ماذا؟ فبالتالي التاريخ ما كنظروش ليه بحال كنقراو شي كتاب ديال الاطفال نتاع الثعلب والغراب، ولا كنتكلموا على الحملان الوديعة والأرانب اللطيفة. حنا كنتكلموا مع أحداث، هذه الأحداث قام بها بشر، وهؤلاء البشر يسري عليهم الخطأ ويسري عليهم الصواب. فأنتم تحدثون وتخاطبون وتتوجهون إلى قارئ، أو عفوا مشاهد المفروض أنه مثقف أو قارئ، فما بقاش ذاك المشاهد اللي ما عندوش الحس النقدي ولا لا يستطيع البحث. الآن الحمد لله الموسوعات موجودة والإنترنت موجود والمعلومة صارت سهلة سهلة جدا. في الحقيقة يعني كاين واحد ديكلاج ما بين الإنتاج ديال وليد سيف الرائع جدا، يعني تقدر تصدعينك وغتاخد مسلسل صقر قريش اللي هو الأول من الثلاثي الأندلسي، غتشدو وغدير فن غتهز 22 الحلقة 22 وغتفتح أي حوار غتفتحو غتلقاي واحد الجمالية في الكلام، واحد الروعة في الحوار، واحد طريقة التصوير جاءت كنقول لك في 2002 2001 2002 راه داس عليه 18 سنة، ومع ذلك أفسد علينا الذوق. بمعنى أي عمل بعده يجيء بعده ما كتحسش بالجمالية رغم الإمكانيات. 3 مليون دولار ولا ما نعرف شنو، واضح. ينطلق ابن زياد هو من ابن المنطقة، ماشي غريب على سكان طنجة. الحاجة الثانية، جوليان او يوليان راه غماري، راه امازيغي، راه صوره لنا بحال هو شي اسبانيولي حارب السبته، فهمتي، وهو من اسبانيا. لا، جوليان هو غماري وامازيغي ومصمودي من القبائل المصموده، واضح. فهؤلاء ابناء المنطقه، والخلاف اللي كان بينه وبين طارق بن زياد ماشي هو خلاف بين اسبانيولي وبين امازيغي، وانما خلاف بين امازيغي مسلم كانت عنده عقلية مختلفة، سياسة مختلفة، وقائد أمازيغي كذلك مسيحي، حتى هو عنده انتماء معين وحلف معين وتصورات معينة. فبالتالي حينما نفهم الأحداث بهذا الشكل، وقتها تستطيع أن تكون محايدا وأن تكون واقعيا، ولكن تحاول تكون لغة جميلة، استعمال عبارات رائعة. يعني هل عدمت الأمة وما بقاش فيها الناس اللي كيكتبوا بواحد القلم اللي هو جميل مزيان؟ يعني احيانا تحس بحال الكراكيز، ولا بحال في المسرح، فهمتي، كيف حالك يا ابا ثعلبه؟ انا بخير يا ابا ثعلبه. يعني واحد كيهضر الاخر كيرد عليه، كما راك تشوف هذا كيسالي، كتشوف هذا كيسالي، ما كانش داك الحوار اللي هو في واحد التفاعل بواحد الجمال، وكتلقى ان الاخذ والرد يعني يحلقان بك ويرفعانك إلى سماء وإلى واحد رفعة من الإبداع البياني والجمالي، وجمالية استعمال اللغة والشعر والمحسنات اللفظية والبديعية والبلاغية اللي في بلاصتها. بحال كيبغي يصوروا لنا بعض الناس التاريخ بواحد الشكل اللي ما عنده علاقة بما كتب في الكتب وما سطر في المصادر. فهذه كانت وجهة نظر ديالي حول هذا الموضوع. يا ريت، للأسف بلداننا ما قادرة شيء، المغرب الجزائر غير من البلدان ما عندهاش القدرة، ما عندهاش ولا ما بغياش أنها تقدر أن تتكلم على الشخصيات وتتكلم على هذا الرموز وتصرف الأموال باش نربطوا أولاد الشعب بهؤلاء الناس، نربطوا الناس بهؤلاء ونعرفوا تاريخهم وماشي غير هما. كنتكلم على شخصيات كثيره جدا في التاريخ ديالنا، نهضر على المغرب مثلا، علاش ما يدرش واحد العمل، واحد انا عندي واحد الفكره، لكن للاسف ما عنديش حتى شي قدره، لكن الفكره في الخيال ديالي، لماذا لا يتم عمل عن شخصيه المهدي بن طمرت؟ المهدي بن طمرت اعتبره واحد الشخصيه مثيره للجدل، وهذا اللي يدار عليه شي مسلسل، ولكن الى شي يكون قام عليه وليد سيف هذا العمل، المهدي بن طمرت كما دار على محمد بن ابي عامر ديال ربيع قرطبه، الى خدم عليه هذا الرجل اللي من اطلس من قبائل مصموده، وكيف استطاع من عمق من اخاديد من تلك الفجاج في الاطلس الكبير، كيف استطاع ان يؤسس اعظم دوله مرت في تاريخ المغرب، اعظم دوله في تاريخ المغرب، دوله الموحدين، كانت اكبر من الدوله المرابطيه، ركنت من حدود برقه الى الاندلس الى الصحراء، كانت دوله الموحدين دوله عظيمه جدا، دولة عظيمة جدا. وهذا الرجل كان
عبقريا، كان داهية، كان ذكيا، اجتمعت فيه مجموعة من الخصال والصفات. يعني كون خدموا عليه في شي عمل غادي يكون شي حاجة خيالية، ولكن كما قال حسن لفظ ما كاينش معاه، كما خلاه الكبر ما كاينش معاه كلمة ما كانش منتشفين الأعمال اللي دار عليه منتشفين. اللي في ملوك الطوائف كان جميل، غير هو كانت أحداث داخلة في أحداث مرتبطة بملوك الطوائف مزيان، لكن تمنيت يكون كان شي عمل خاص به. المشروع اللي درته قطر في المرابط والأندلس، ومثل فيه سامر المصري في الدور ديال المعتمد بن عباد، واللي مثل الدور ديال يوسف بن تاشفين، وذاك الممثل التونسي اللي كان مثل الدور ديال معاوية في عمر بن الخطاب، ماشي معاوية، في أبو سفيان، نسيت الاسم ديالو، ممثل رائع جدا. كان العمل مسلك، كان العمل مسلك تقريبا في نفس الصيغة والأسلوب ديال الحسن الحسين، ديال القعقاع، وديال ديال فتح الأندلس، وديال أحمد بن حنبل وهارون الرشيد. يعني الأبهة وديك والأشكال الجميلة في الكاميرا، لكن في الواقع يعني المهزلة، مهزلة. أنا اتصدمت بالأخطاء النحوية، عارف في ذاك الفيديو التشويق، ديك التشويقة اللي دارت على فتح الأندلس، أخطاء نحوية بالعرام، بالعرام. واش معناش أنا خدموني فابور، ولا خدموا كاين الطلبة والإخوة اللي يخدموا فابور في سبيل الله، يصح لكم الأخطاء سي نعمس، بلاصة الرفع، بلاصة النصب، بس كذا إلى آخره. ما نهضرش على الأخطاء التعبيرية، ما نهضرش على الأخطاء اللي هي الركاكة في الألفاظ. صح، أفطركم وتدوزون بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه كانت وجهة نظر ودردشة حول، يعني حول مسلسل ربيع فتح، مش ما كنشوفش في هم الغزو. دابا شوف، دابا انا كمسلم ولا غادي نسميه فتح، على امريكا غادي تسمي. شوف مع الفرق، مع الفرق كاين الفرق، اوكي كاين الفرق. الذي ياتي ودي جي ما غاديش يسميه غزو، غادي يسميه فتح، غادي يسميه بلغته، والاخر غادي يسميه غزو. فهمتي؟ غير انا بالنسبه لي أن المسلمين في غزواتهم ولا فتوحاتهم، سميها كما تسمي، كانوا متقدمين على الشعوب الأخرى فيما يتعلق بتفوقهم الحضاري وتسامحهم وتعايشهم مع الأديان، وكذلك كانوا مدنيين أكثر، ما كانوش متوحشين. هذا لا يعني أنهم ما كانوش أخطاء، كانوا أخطاء. وأكثر الأخطاء اللي كانت عند المسلمين كانت بيناتهم، أغلب الحروب أو نقدر نقول أغلب التصرفات اللاحضارية اللي كانت بين المسلمين في الفتوحات، كانت اغلبها مع بيناتهم. يعني فتح الاندلس لما سيطروا على الاندلس في 3 سنين، من بعد المعارك اللي غتكون مع من غتكون؟ غتكون بين، غتكون ما بين الفاتحين انفسهم، على ما كانش الحرب ما بين ما يسمى بطبيعه البلج، اوكي، وبعد الخوارج الامازيغ، لان الامازيغ تم يخفى عليكم ما يسمى البربر، تم اقصاؤهم الى بعض المدن غير المنتجه، غير كما تنقولوا غير الخصبة، فأخذ البعض المدن كقرطبة وك ساراقوستا وك فالنسيا والمدن الأخرى، رموهم في جهة البرتغال ولا جهة الجبال وكذا. فبالتالي لا يخفى عليكم أن في المغرب الأقصى كان ديك ساعة ثورة الخوارج، فكان واحد التواصل ما بين الخوارج في المغرب الأقصى، ميسرة المدغري وغيرهم، مع الخوارج اللي كانوا في الأندلس. فكانت ثورات، فكانت الحروب ما بين العرب الأندلس وأمازيغ الأندلس. فلما تم القضاء على تلك الثورات، ولات الحروب ما بين ما يسمى ب العرب الأندلس، وبين طليعة بلج والطارئون. الطارئون الذين جاءوا وهم القبائل القيسية، وكان على رأسهم قلنا بلج، وكذلك الصميل بن الجوشن وغيرهم. وكانت حروب، يعني حروب اللي مات فيها الآلاف. فاغلب المشاكل اللي كانت عند المسلمين ماشي كانت ضد الاديان الاخرى، كانوا متسامحين مع الاديان الاخرى، ولكن ما كانوش متسامحين بيناتهم، ما كانوش متسامحين بيناتهم، ما كانش يعني كنقولوا واحد، كانت حروب، كانت صراعات، كانت مشاكل الى غير ذلك من الامور. في الوقت اللي كانوا عندهم كانت كنائس، كانت اديره، كان مسموح للمسيحيين ان يطبقوا شعائرهم، كانت النواقيس تدق وكذا في 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 عند في المهم هذا موضوع اخر نهضروا عليه فيما يتعلق بالتعايش والتسامح الديني اللي كان في الاندلس، اللي سبقوا به الشعوب الاخرى بمئات، بل نقدر نقول بسنوات، تتجاوزوا الشعوب الاخرى. فبالتالي
نسميوه غزو، نسميوه غزو، ولكن الاثار ديالته ماشي بحال الاثار ديال الغزو الفرنسي مثلا للجزائر، واللي جا من بعد الثوره الفرنسيه. الدول الغربيه، الدول الغربيه لما وصلت ما يسمى بالحضاره والرقي والديمقراطيه والحداثه والمدنيه، تماك فين بان التوحش ديالهم، فهمتي؟ اما المسلمين فاش كان عندهم الحضاره والرقي والتقدم، شاركوا مع الشعوب الاخرى واشركوها واسهموا معهم في بناء الحضاره. لم يتم اقصاء الاسبان مثلا من الاندلس، بل بالعكس كانوا الاسبان هم الغالبيه نتاع نقولوا الماده البشريه في الاندلس، كانوا اغلبهم ماشي عرب ولا امازيغ، كانت الماده البشريه هم الاسبان انفسهم، كانوا المولدين، المولدون هم اللي نشؤوا ما بين زواج امازيغي او عربي مع امراه اسبانيه، واضح؟ وهؤلاء كانوا الاغلبيه، لذلك الذين طردوا في 1400 او من بعد 1492، الذين طردوا من الاندلس اغلبهم من الاسبان، والذين طردوهم ما غاديش نقول كلهم اسبان، لكن نسبه كبيره منهم من الافرنجه، جاو من اوروبا الذين استقروا في قشتاله وفي اراغون وكذا، واضح؟ لانهم كانوا كاثوليك، لان المسلمين لما جاوا الاندلس ما كانش الشعب كاثوليكي، كان منتشر فيه من المذهب الاريوسي، ها، وكانت مذاهب اخرى، كان فيهم الشعب الفاندالي، القوط وغيرها من خلاطه الشعوب كما يسمى، ها، وهذو هما اللي غادي يشكلوا ماده الاندلسيين. فبالتالي لما غادي يقبلوا الاسلام وغادي يقبلوا عليه كما تقولوا، هما اللي غادي يطردوا احفادهم بعد مئات السنين، فهم اغلبهم كانوا اسبان. فبالتالي كتلقى في شمال المغرب كتلقى دوك الموريسكوس، كتلقى اللي هم اصول اندلس، كتلقى عيني خضرين، كتلقى شهاب، كتلقى روبيو. واش هذا تقول لي امازيغي؟ ماشي امازيغي. واش هذا عربي؟ ماشي عربي. هذا اسبانيولي مسلم، واضح؟ فبالتالي الذين طردوا من الاسبان انفسهم، لماذا؟ لان المسلمين اشركوا الشعوب الاخرى، اشركوها معهم في بناء الحضاره، وهذا ما لم تفعله فرنسا، وما لم تفعله امريكا في العراق، وما لم تفعله الدول الغربيه ابان ازدهارها وقوتها. يا الله في رؤوسكم، والسلام عليكم في النعس، ورمضان مبروك.